السكيورتي من اهم المواضيع اللي بيحتاجها اي حد فينا عاوز يقدر يعمل اي ويب ابلكيشن او اي ويب سايت. وبصرف النظر عن فكره الويب ابلكيشن، السكيورتي كونسبت مهم جدا لاي حد عاوز يبروتكت او يحمي الداتا او يحمي اي حاجه معينه. يمكن علشان نقدر نعمل اي ابلكيشن محتاجين فيه او نطبق اي سيستم سكيورتي، لازم يكون عندنا 3 معلومات مهمه جدا نقدر نحققهم في السيستم بتاعنا. اول حاجه هي الايدنتيفيكيشن، ثاني حاجه هي الاوثنتيكيشن، ثالث حاجه هي الاوثرايزيشن. خلونا نتكلم عن كل ايتمز من الايتمز دول بالتفصيل. اول حاجه عندنا هي الايدنتيفيكيشن. الايدنتيفيكيشن هي مرحلة ان اي حد علشان ينتمي لاي سيستم معين لازم نجمع عنه مجموعة من الداتا الخاصة بيه، زي اليوزر نيم والباسورد والايميل والجندر. ببساطة هي مرحلة الريجستريشن اللي اي حد فينا بيتعامل معها مع اي ويب سايت او حتى ينتمي لاي جروب معين او اي ممبرشيب لاي مجموعة معينة. تاني حاجة هي الاوثنتيكيشن. ببساطة خلاص انا كيوزر بقيت بنتمي للكوميونيتي المعينة اللي انا عملت فيها ريجستريشن. ببساطة علشان اقدر اكسس على الكوميونيتي دي انا عندي معلومات مهمة جدا هي يوزر نيم والباسورد بتاعتي، ببدأ من خلالها اعمل لوجن. وبالتالي انا محتاج علشان اقدر اكسس على اي سيستم معين، اول حاجة كأن احنا نقدر نسأل سؤالين: هو ار يو، يعني اليوزر نيم بتاعك، اند وات از يور بروف، لان ببساطه ممكن اي حد يعرف اليوزر نيم بتاعي فالدليل هو الباسورد بتاعي. ثالث مرحله عندنا او ثالث كونسبت لازم نحققه عندنا هو الاوثرايزيشن، وهو ان انا ابدا احدد صلاحيات كل يوزر في السيستم بتاعي، وكاننا عاوزين نقول تحديد ما يحق ولا يحق لكل يوزر عندنا في السيستم بتاعنا، وهي مرحلة البرميشنز، ان انا ببدأ اعمل اوثرايزيشن في السيستم بتاعي. ممكن يكون الادمن بتاعي يقدر يأكسس على السيستم بتاعي ويقدر يشوف الداتا ويقدر يشوف بيانات الكريدت نمبر ويقدر يشوف اي حاجة خاصة بالسيستم ويقدر يعمل اي بروسس، ولكن النورمال يوزر العادي جاست ان هو ممكن يأيد الداتا بسيطة جدا او حاجة خاصة بالبروفايل بتاعي. تعالوا في شيربوينت سايت بتاعنا، تعالوا نبدأ نشوف ازاي نقدر نعمل السكيورتي على الشيربوينت سايت بتاعنا. ببساطه سايت اكشنز ممكن اقول له سايت بيرميشنز، او ممكن ادخل على سايت سيتنج واقول له بيبل اند جروبس. هنا بيعرض لي اسماء الجروبات اللي موجوده عندي. باي ديفولت شيربوينت لما حضرتك هتبدا تكريت شيربوينت سايت هيكريت لك 3 جروبات باي ديفولت: الجروب الاولاني اللي هو الاونرز، الجروب الثاني اللي هو الممبرز، الجروب الثاني اللي هو فيزيتور. ولاحظ ان هو دايما بيسبق اسم السايت بتاعك، سايت كوليكشن بتاعك، باسم الجروب اسمه فيزيتور ممبرز اونرز. وطبعا كل دول بيبدا يدي لهم الديفولت بيرميشنز اللي موجودين عندي. طبعا يا جماعه ممكن اقول له جروبس فتبدا كل الجروبات اللي موجوده عندي في الشير بوينت سايت بتاعتي موجوده. طبعا دول الديفولت جروبس اللي موجوده عندي. ومن اهم برضو البوينت اللي احنا لازم نعرفها هو ان انا لو عندي دايركتوري في مجموعه من الريسورسز، فايل زي سي اس اس او في ايمجز، لازم اكون عامل عليها سكيورتي علشان محدش ببساطه يدخل على الدايركتوري ويفيو كل الريسورسز اللي موجوده عندي. فلاحظ كده تلاقي عندك ستايل ريسورسز ريدر عامل عليها بيرميشنز، طبعا ده البيرميشنز اللي موجوده عندي. وتعالوا كده نبدا نخش مثلا على الاونرز ونستعرض البيرميشنز او الديفولت بيرميشنز اللي موجوده عندي. طبعا ممكن ادخل من هنا واقول له فيو جروب بيرميشنز، هنا هيبدا يعرض لي كل، طبعا دي كل محتويات السايت بتاعنا، سواء كانت ليست، سواء كانت لايبراري، سواء كانت بيج، سواء كانت اي ايتمز موجوده عندي في السايت بتاعي. طبعا ده انا ليا كاونرز ليا فول كنترول على السايت ده. خلونا نشوف ازاي نعرف نكريت نيو جروب، كاستم جروب زي ما انا عاوز. هنا اسمي الجروب مثلا، اسميه مثلا اي شير مثلا جروب، طبعا تدي له ديسكربشن زي ما انت عاوز. هنا بيبدا يطلب منك الاونرز مين صاحب الجروب ده، انا هخليه مثلا اي شير تشيك. طبعا هنا بيبدا يسالني الجروب سيتنج بتاعتي، مين اللي يقدر يبص على البيرميشنز دي، هل اي واحد حتى لو ادمن موجود عندي لا ينتمي للجروب ده يقدر ياكسس عليه. طبعا ده تختاره ايفري وان. لو انت عاوز اللي يبص على البيرميشنز والجروب واليوزر او الممبرز اللي موجودين عندي هقول له الجروب ممبرز اللي موجودين عندي. لو انت عاوز انك تعمل ريكوست على الممبرشيب، لو اي حد عاوز ينتمي للجروب ده يقدر يعمل ريكوست، طبعا الديفولت عندك نو، ممكن اقول له يس. وممكن تحدد لو انت عاوز تعمل اوتو اكسبت للريكوست اللي بتاعتي اللي موجوده عندي لاي حد عاوز ينتمي للكلام ده وتعمل ميل. هنا طبعا بيبدا يديني كل البيرميشنز اللي نقدر نحددها. على سبيل المثال ممكن اقول له فول كنترول، طبعا هنا يقدر يعمل كل حاجه هو عاوز يعملها في السيستم بتاعنا. انا هخليها مثلا فول كنترول، او ممكن اخليها فيو اونلي، اقول له كرييت. تخيلوا يا جماعه لو انا هعمل ساين ان
از ديفرنت يوزر، او لايت شير مثلا. طبعا نفس السكيورتي اللي احنا عملناها على السايت بتاعنا ممكن نعملها على اللايبرري او نعملها على الليست. لو عملناها على اللايبرري كانها عملناها على الليست والعكس صحيح. طبعا على سبيل المثال دي الشير دوكمنت بتاعتي، طبعا هحتاج ان انا الوجن بادمنستريتور ليه فول بيرميشنز ان هو يعمل الكلام ده. دي اللايبرري بتاعتي، هقول له هنا لايبرري بيرميشن. طبعا الديفولت جروبس موجوده عندي. من ضمن الحاجات اللي موجوده عندي ان انا ممكن انهرت البيرميشنز اللي كانت موجوده على السايت، وبالتالي الليست بتاعتنا هتاخدها. طبعا هنا ممكن اكرييت جروب بنفس الفكره اللي احنا عملناها زي ما عملنا على السايت بتاعنا. ممكن نعمل نافيجيشن اب، عندنا مثلا الكالندر اهي برضو دي لسته، ممكن اختارها واحدد البيرميشنز بتاعتي زي ما انا عاوز. طبعا هنا بينهرت البيرميشنز بتاعت التوب ليفل سايت اللي موجوده عندنا. طبعا ممكن اقول له ستوب انهيرتنج وابدا اديت في البيرميشنز بتاعتي زي ما انا عاوز. طبعا لو انت عاوز ترجع تنهيرت تاني بيرميشنز اوكي. ممكن اقول له جرانت بيرميشن، لو انا عندي يوزر عاوز اضيفه هكتب مثلا احمد. طبعا ممكن تضيفه للجروب اللي انت عاوز. لو انت عاوز هنا يوزر بعينه ياخد بيرميشنز محدده او تكون كاستمايز اوكي، مش شرط ان احنا نضيفه للجروب بتاعنا. ممكن تدي له كل البيرميشنز دي ويقدر يتعامل مع الليست بتاعتك زي ما انت عايز. مزيد من الفيديوهات زورونا على احمدبهوتي.blogspot.com.